نؤثر بها اقتصادنا اليوم، حتى الطريقة اللي نهتم فيها بصحتنا أو صحة كوكبنا وعافيته. وليش أقول هالكلام؟ لأن ما تعلمناه من كوفيد يمكن هو تحدي الأمر الواقع وتحدي الستاتس كو، وهو شكل من أشكال النمو بصراحة لنا كأفراد وأيضا لنا كحضارات وشعوب. وهذه هي بصراحة هي سياسة قيادة دولة الإمارات اللي يسير عليها القيادة، هي تحدي الوضع الراهن والقائم وتحدي طرق التقليدية. وبعطيكم يمكن لمحة بسيطة في تحدي هالطرق التقليدية في قطاع الشباب. اليوم أهم سؤال كلنا كصناع قرار نفكر فيه في هالمنتدى ودائما هو كيف يمكن أن نحن نتأكد أن شباب العالم 4.3 بليون شاب وشابة يمكن أن يحققون كامل إمكانياتهم وطموحاتهم. إذا شفنا كل الموضوعات المطروحة اليوم في هالمنتدى خلال الأيام الثلاثة، إن كانت محاربة الفقر أو مشاكل التغير المناخي أو التبعات الاقتصادية أو النفسية لكوفيد أو التحديات في التعليم، كيف نقدر نتجاوز هالتحديات بدون إشراك نصف مجتمعنا ونصف شبابنا؟ ولهذا السبب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أحدث تغيير نوعي في قطاع الشباب، ولم يكن فقط محدود بمشاركة الشباب أو تعيين وزير أو وزيرة شابة، بل كانت منظومة شاملة يتولى فيها الشباب القيادة. يمكن الجميع تشوفون هالشيء مجازفة، لكن قيادة دولة الإمارات لم تجازف بصراحة، لها رؤية واضحة ورؤية للشباب كثروة وطنية ليس كمشكلة بل كمستقبل للدولة. وبعطيكم بعض الأشياء يمكن اللي ركزوا عليها قيادة دولة الإمارات. أولاً، أول خطوة كانت فصل قطاع الشباب والرياضة والتركيز على أولاً كل واحد منهما بشكل مستقل، فطاقة الشباب وعطائهم وتحدياتهم غير محصورة في الرياضة. والقيادة كانت تتحدث عن تنمية قدراتنا كشباب الشاملة لتحقيق طموحاتنا. شيء ثاني، صاحب السمو أسس حراك شبابي على مستوى الدولة، ليس فقط في وزارة الشباب لكن من خلال تمكين الشباب ومؤسساته في كل وزارة وكل مؤسسة في الدولة. بدأنا أيضا نهجا جديدا في إشراك الشباب من خلال مجالس الشباب، وأسسنا مجلس إمارة للشباب ليكون صوت للشباب في كل ما يخص قطاع الشباب بالنسبة لمجلس الوزراء.